رسائل مميزة، ما أجمل أيضا نسمعها من الدكتور عايض القرني في بداية الحلقة. دكتور عايض، السيرة النبوية وأنت بحر فيها ما شاء الله، في الغيث والمطر، رسائل من السنة النبوية، ودنا نبدأ في حلقتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله، أسعد الله الحضور والمشاهدين من وراء الشاشات، وغفر الله الجميع وأسعد الله الجميع، والله يهنينا وإياكم بالغيث المدرار ويجعله عاما على كل الديار، إنه ولي ذلك وهو الكريم الغفار سبحانه. هل نأتي بالتحية لك هنا ولا بعدين؟ لثامر بن شيخ. أنا ذا الحين في تحية لأن صديقي أبو عبد الله من سنوات، وأحببت أنا أعبر عن هذه المحبة. ونواف مبدع، بيشيلها نواف بصوته، يا أربعة أبيات في حبيبنا ناصر غامدي، وفي أهله، وفي ربعة. أنا يمكن أقولها بعدين بنشدها حبيبنا عندك. ألا يبغى يقول إذا حب أحدكم مخافة ليخبره فإن ذاك واصل مودة، راه الترمذي. الله يحفظك. ونحن نحب ناصر ونحبكم في الله عز وجل. الله يجزاك عنا خير. قلت بالشعبي طبعا، لأنه أجرى في الناس. ناصر الغامدي لك في فؤادي رسائل، يا سليل الكريم ويا حفيد الأماجد، بره الوالدين وله سلوم وفضائل، بيرق المجد والناموس في قيف غامد. الله يسددك يا من عشقت الجمايل، شامخ في علوك رغم واسر وحاسد، وانعم بالغامد وانعم بالغامدي، واشكر جميع القبائل، كلنا للوطن شعب وحكومه قائد. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، جزاك خير، صح لسانك ولا غضب ابوك يا ابو عبد الله. ونسمعها من نواف. والله لا يهينك ابو عبد الله، ما تحب صح لسانك يا شيخ واستاهل ابو عبد الله. ثابكم الله، يطول عمرك يا نواف. ناصر الغامد لك في فوادي رسائل، يا سليل الكرام ويا حفيد الماجد، يا سليل الكرام ويا بره الوالدين وله سلوم وفضائل، برق المجد والناموس في قيف غامد، برق المجد والناموس في قيف غامد. ناصر الغامد لك في فوادي رسائل، يا سليل الكرام ويا حفيد الماجد، يا سليل الكرام ويا حفيد الماجد. بره الوالدين وله سلوم وفضائل، برق المجد والناموس في قيف غامد، برق المجد والناموس في قيف غامد. الله يسددك يا من عشقت الجمايل، شامخ في علوك رغم واشن وحاسد، شامخ في علوك رغم واشن وحاسد. الله يسددك يا من عشقت الجمايل، شامخ في علوك رغم واشن وحاسد، شامخ في علوك رغم واشن وحاسد. وانعم بالغامدي واشكر جميع القبائل، كلنا للوطن شعب وحكومه وقايد، كلنا للوطن شعب وحكومه وقايد. وانعم بالغامدي واشكر جميع القبائل، كلنا للوطن شعب وحكومه وقايد، كلنا للوطن شعب وحكومه وقايد. ناصر الغامدي لك في فوادي رسائل، يا سليل الكرام ويا حفيد الماجد، يا سليل الكرام ويا حفيد الماجد، يا سليل الكرام ويا حفيد الماجد، يا سليل الكرام ويا حفيد الماجد. صح لسانك يا شيخ استاهل. الله يرضى عليك، تستاهل. والله يجزاك عنا خير. والله ابو عبد الله قال عندي تحيه لك، فنشرها في بداية الحلقة، رفع الله قدره وجزاه عنا خير الجزاء. فالله يغنيك كثر خيرك عزيز وغالي، وقدرك فوق الراس يا أبو